طبعا ما يأتي به بورين يعني غير منطقي صراحة، لنكن واقعيين. هناك تطبيع مستمر من الدول الأوروبية ومن الأحزاب اليمينية مع النظام، وهذا التطبيع لم يتوقف من بداية حرب النظام على الشعب السوري إلى الآن، وإنما توقف في فترة معينة، ومن ثم عادت هذه الأحزاب إلى التواصل مع النظام. وكذلك هناك تواصلات متعددة ما بين الحكومات بمجالات غير حكومية، أقول بمجالات غير حكومية مع حكومة النظام. هذه واحدة. الشيء الثاني، ألم يرعى الاتحاد الأوروبي معظم الاتفاقيات بحضور تركيا وحضور الدول الفاعلة؟ إذا على أي أساس يتكلم بوريل؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، هل هذا القرار الذي يتخذه بوريل الآن ملزم لدول الاتحاد الأوروبي أم ليس ملزم؟ هذه ناحية مهمة. الناحية الأخرى، هل أوقف بوريل أو الاتحاد الأوروبي سفارات النظام المتواجدة داخل الاتحاد الأوروبي؟ لا يا سيدتي الكريمة، ما زالت تلك السفارات تعمل، والاتحاد الأوروبي يرعى اللجنة الدستورية التي ليس لها أي فائدة ويستضيفه على أراضي. إذن ما يتكلم به بوريل هو كلام إعلامي لن يفضي إلى أي شيء آخر. نعم، تعقيبا على ما ذكرت أستاذ حسام، يعني اشتراط التكتل بعدم التراجع عن العقوبات المفروضة على سوريا إلا بعد بدء عملية الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254، لكن برأيك هل يساعد الاتحاد الأوروبي فعليا من خلال خطوات ملموسة في حل الأزمة السورية أم أنها فقط مجرد تصريحات؟ هناك حالة واحدة يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يكون فاعل في هذا الأمر، وهو موضوع إعادة الإعمار. نعلم أن أمريكا الآن تقف في موضوع إعادة الإعمار، تقف على الحياد، بمعنى أنها قد لا تساهم في أموال إعادة الإعمار، وإنما يكون العبء الكبير على إعادة الإعمار على الدول العربية الخليجية ذات الإمكانيات المالية، وكذلك على الاتحاد الأوروبي بصفته راعي لمؤتمر جنيف وكذلك للقرار 2254. لكن إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي موقف شديد من هذا الأمر، يستطيع فرض رؤيته على الأمريكان وكذلك على الروس. لكن علينا أن نعي ناحية مهمة، أن الاتحاد الأوروبي الآن منزوع الأظافر، هذه ناحية. الناحية الثانية، أن روسيا تستطيع أن تتحكم بجزء كبير أو لنقل جزء قليل من خلال الاقتصاد وإمدادات الغاز والنفط، لأن معظم إمدادات أوروبا من الغاز والنفط يأتي عن طريق روسيا. إذا تكتلت جميع الدول الأوروبية بما فيها، أقول بما فيها الدول التي تطبع مع النظام، يستطيعون أن يفرضون الرؤية التي يريدونها، ويستطيعون أن يسحبوا النظام إلى حل سياسي، أقول حل سياسي وليس انتقال سياسي. السوريون لا يريدون انتقال سياسي بوجود زمرة الأسد وتوابعه، وإنما يريدون أن يكون هناك حرية تشمل جميع أفراد الشعب السوري برمته. نعم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسام نجار، كنت معنا مباشرة من بولندا، أشكرك جزيل الشكر.